السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة قوية جدا ما بين شباب بلوزداد والرجاء البيضاوي. ينجح فريق الرجاء البيضاوي بالتفوق ويسجل في الشوط الثاني في آخر لحظات الشوط الثاني علشان يفوز بأغلى 3 نقاط في يعني الشرارة الأولى في المجموعة. بداية شباب بلوزداد كانت أفضل، كان استحواذ أكتر وهم اللي بيبصوا مع بعض، طبعا ما كانتش مفاجأة ولا حاجة. في الدقيقة 10 شباب بلوزداد يسجل هدف تقدم 1-0. بعد تقريبا نص الشوط الأولاني يعني بعد حوالي 20 دقيقة فوجئنا بقى بالرجاء بيطلع من الناحية اليمين ناحية يسري بزوك وكمان عبد الصمد. الجبهة دي كانت مفتوحة وشباب بلوزداد كالعادة ما بيهتمش بالدفاع، لاني هتكلم على الموضوع شباب بلوزداد لان شفته اكتر من 8 مباريات في بطولة افريقيا للاندية، 8 مباريات فانا شفته 8 مباريات فيعني ممكن اشفهولك يعني ممكن اخدهولك كوبي كده. المهم علي الصباح الحكم العراقي النهاردة كان في اختبارات كتيرة جدا في الفار معاه. يجي بقى في بداية الشوط الثاني الرجاء يعكس الموضوع، هو اللي يبدأ كويس. الشوط الأولاني شباب بلوزداد هو اللي بدأ المباراة كويس، سجل بعد 10 دقايق، ويجي كمان الفريق الرجاء يجي ينطلق من بداية الشوط الثاني كورة بالعرض وتفوت وتعدي لغاية ما جت ضربة الجزاء يسري بزوك يسجل في الدقيقة 58. رجاء الشوط الثاني كان شكل تاني خالص، التغييرات كانت مهمة. بلوزداد عايزين يلعبوا كرة حلوة، يعني شباب بلوزداد انا قلت لكم اتفرجت عليه في المجموعات، كان في مجموعة الزمالك، عايز يلعب كرة حلوة، فريق اللعيبة كمان لعيبة كورة وعايزين الكرة الحلوة دي اتلغت. الكرة الحلوة دي تلعبها في الحلويات، تلعبها في الدورات الرمضانية، انما انت بتلعب بطولة، بتلعب مباريات، لازم تبقى شرس. ده الفريق الرجاء بيروح يروح يروح يوصل لغاية اليمين تترفع يعني على طول كده على طول. فأنا شايف إن شباب بلوزداد دي مشكلته. أنا بقول لك اتفرجت على شباب بلوزداد 6 ماتشات في المجموعات الأفريقية وماتشين مع سان داونز جاب فيه 4 ولا 5 جوان في ملعبه في الجزائر. صعب يعني، علشان كده تلاقي سهل الوصول لمرماهم، سهل يروح للاطراف مفيش حد يقول له انت رايح فين. ليه بقى؟ لان نوعيه اللعيبه في وسط الملعب شباب بلوزداد ونوعيه الاطراف لعيبه كوره، فما بيهتمش بالدفاع قوي، ليش بيدافع بشراسه وعايز يلعب كوره، عايزين يلعبوا كوره. يعني تخيل شباب بلوزداد بيفضلوا يباصوا لبعض عشان يعملوا كوره طويله لبالخيطر ناحيه طب فين المرمى؟ تاني ما بتدخلش من العمق. الرجاء زي ما قلت لكم شكل تاني. الشوط التاني طبعا كان 1-1 والاسماعيلي المقدم يختار افضل لاعب في شباب بلوزداد بالخير ويبصيله كورة ويروح يعمل معاه ضرب الجزاء علشان مفروض شباب بلوزداد يتقدم، كانت الدقيقة 70. لكن طبعا وامبا للأسف الراجل شطها في السماء، اداء يعني غريب قوي من مهاجم يجيلك ضربة جزاء فريقك 1-1 تشوطها عالية كده. يعني الحرارة صعبة قوي قوي قوي، والمعلق بيقول أسامي تانية خالص من اللعيبة، أسامي اللعيبة بطلت بتاع زمان مش أسامي اللعيبة اللي بتلعب. أغرب حاجة في المباراة خلاص كان 1-1 ومدرب بلوزداد في الدقيقة 55 أو دي 84 دي 84 لقيته بينزل 3 لعيبة. التلاتة دول هيعملوا ايه؟ انت بتنزلهم فاضل 5 دقايق او 6 دقايق والنبي التلاتة دول هيعملوا ايه في الحر اللي احنا فيه ده؟ عايز تنزل بقى التلاتة ونزلهم يا اخي اخر 12 دقيقة اخر ربع ساعة، هتنزلهم لي اخر 6 دقايق هيعملوا ايه بجد يعني؟ اتقلبت بقى عليه وراح فريق الرجاء قدر يجيب الهدف التاني في الوقت الضايع. وبصراحة الشوط التاني كله خلاصة المباراة، الشوط الاولاني شباب بلوزداد ابتدى كويس سجل هدف، الرجاء الشوط الثاني كله بتاعه فقدر يسجل هدف والتاني ويستحق الفوز. شكرا.